وفريق وفريق بمواصفات معاه. معينة أهم من الجراح، عشان الجراح ده شغال في الحتة اللي هي 5 سم في 5 سم، اللي هو احنا بنبقى لابسين زي تلسكوب كده نظارات، فأنا مركز في الحتة اللي أنا شغال دخلت فيها. اتفرجت عليكم مرة، إنما حاجة تخوف برضه. يعني لا بس ربنا معاكم إنما بصراحة. إنما الاسترس الحقيقي الجراح من جوه طبعا، بس على الفريق، هو ده اللي بيسند الجراح، هو ده اللي يخليه يشتغل كويس. لكن بالنسبة للعيان المضاعفات بتقل، طبعا فيعني طبعا نسب أو فرص وجود أي طبعا مضاعفات أخرى طبعا للجسم بتقل طبعا، كتير، يعني ده ميزة كبيرة جدا. احنا الحمد لله وصلنا لنسبة نجاح تقريبا من 97 إلى وبتتعامل مع أي 98%. أنواع؟ يعني لو المريض معاه يعني مشاكل تانية في الجسم بتبقى مفيدة ليه أكتر من القلب الصناعي؟ بتبقى بقى يعني ما ينفعش من غيرها بقى، آه يعني مثلا مريض عنده مشكلة في الكلى، مثلا لا قلب نابض. هنا في عيانين معينين، انا سبق وقلت وبكرر هذا الكلام، ان في عيانين معينين ما بتبقاش فارقه قوي، عيان عادي ما عندوش مشاكل، سنه صغير، مشكلته في الشرايين بس، لا ما بيبقاش في فرق الحقيقه ما بين الاثنين، ما بين القلب النابض والقلب المفتوح اللي هو على مكنه القلب الصناعي. انما في عيانين معينين اللي هم الكبار في السن عموما، يعني انت بتتكلم في عيان فوق الستين سنه لا تفرق، عيان عنده مشكله في الكلى ده بيبقى رعب للعيانين، طبعا بيخاف يغسل طبعا كلى، طبعا يعني ربنا ما يكتبها على حد، طبعا لا بتفرق كتير جدا. الناس اللي عندها مشكلة في شرايين الرقبة، اللي هو عندهم انسدادات في شرايين الرقبة وحصل مثلا جلطات في المخ قبل كده، لا بتفرق كتير، يعني نسبة المضاعفات بتقل بنسبة 70%، فلا تفرق كتير حاجه جدا. جميله، فرص يعني فرصه جميله ان الناس ما تخافش لو عندك، عشان انت مشكله الموضوع القلب ده ما فيش فيه هزار، يعني انت عندك مشكله لازم تشتغل خلاص هو ده عليها. اللي انا بقوله دايما لاي مريض بيجي لي العياده، الفكره ان هو بيجي عنده مشكله، اوكي، بس في جزء كبير من العيانين في الزمن ده هو مش حاسس بحاجه، يقول لك انا كويس انا مش حاسس بحاجه، ما عنديش الم، ما عنديش حاجه، طب انا اخش اعمل عمليه قلب ليه؟ لا احنا داخلين مش عشان احنا مش عايزين نستنى ان يحصل مشكلة. يبقى عندك مشكله، عشان لما نستنى، لا احنا كده ولا كده المريض اللي عنده مشكله في الشرايين هو كده كده داخل عمليات، سواء بمزاجه او غصب عنه، غصب عنه يعني لا قدر الله يحصل مشكله في البيت، ما اكيد مش هيسيبوه في البيت، طبعا هيجيبوه بعربيه طوارئ، فالطوارئ دخل طوارئ عملية وانا خلاص، عارف عنده ايه، تك ما تضمنش بقى مين اللي هيعملها لك، الله اعلم يعني. وحتى لو كن حتى لو كان معانا مش ما احنا ما جهزناهوش، بالظبط، احنا خلاص احنا دلوقتي في طوارئ حالة ترقص، ما خلاص. ترقص بالظبط، ما يعني بتبقى النتيجه انقاذ ما يمكن انقاذه، انما احنا الهدف دلوقتي مش انقاذ ما يمكن انقاذه، لا احنا الهدف يرجع يمارس حياته بشكل طبيعي تماما 100%، ودي اكتر حاجة تكيفنا احنا كجراحين، اشوف عياني بيجري بس. وده الحمد لله بيحصل، الحمد الحمد لله لله الحمد لله رب العالمين، الحمد الحمد لله لله على رب ايدي العالمين، يعني. شفت؟ الحمد لله رب العالمين. طيب احنا معانا